دعا الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين الشباب إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات وتأدية دور أكبر في رسم السياسات العامة للمحافظة، وقال خلال مشاركته في مؤتمر موسع لشباب صلاح الدين: إننا نريد الابتعاد عن التشدد والانحراف والتوجه نحو تفعيل القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع اقتصادية تفيد المجتمع وتجعله منتجاً، وشدد أيضاً على ضرورة التفكير بوطنية ورفض الإيرادات الخارجية التي تؤدي بنا إلى التهلكة. الحقيقة يعني هذا المؤتمر أو هذا اللقاء التشاوري إنما هو لقاء لكي نضع النقاط على الحروف، لكي نبتعد بمجتمعنا عن قضايا التشدد والانحراف والتأويل والزيادة والتضخيم، ونكون عند دقائق الأمور. إحنا نريد الشباب ننطلق إلى يعني توجه آخر. ليش؟ لأنه إحنا الآن نمثل أكبر عدد موظفين نسبة إلى السكان بالعالم، موظفين دولة طبعاً، والقضية متزايدة وكل الناس تطلب وظائف. طبعاً هي الناس تطلب وظائف لأنه ماكو حلول أخرى. الحلول الأخرى يجب أن إحنا نضع استراتيجية أنه نبحث عن فرص للعمل للقطاع الخاص ولتطوير القطاع الخاص ولكي تكون لدينا مشاريع مستقبلية حقيقية. إحنا إذا بقينا بهذه الاتكالية وبقينا أنه إحنا نفكر بأقصر وأبسط الطرق للمعيشة، ما راح نكون مجتمع منتج مثل بقية المجتمعات. الدولة يجب أن تحول إلى قطاع خاص، الدولة يجب أن تنبني بطريقة أخرى تناسب مع حجم البلد ومشاكله. فإحنا يراد أنه يكون نهوض بالبلد، النهوض ليس بطريقة الانتقاد الخاطئ. لا نقبل أنه نطبل وراء قضية خطأ، ما يصير إحنا نطبل، لازم نطبل وراء الحقيقة، ما يصير نطبل وراء الغلط.